يا شباب بالله بكل عقلكم لحقي دجاجة. لا 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 تقتل حقتي تكفى تكفى والله ابن نزل سحبتني تعال يوبجي يا كلب لا ببو والله انا سحب ايه خلاص يلا يا يقول لك حنا كما حنا لحد يمتحنا امتحنا نرجع كما كنت نرجع كما كنا نرجع كما كنا يقول لك النوم من خلق العيون الذيابة الذيابة اي عاش شكرا شكرا بكره تشوف حالك على اليوتيوب انت يوتيوب يب بس متخفي انا وانا يوتيوب ممنوع اصرع انا ويزي انت انا امدح معك من يوتيوب انا اقول لك ايش انا مسلم طالما بيص يعني طالما انت قول السؤال تاني اللي قالوا ما قالوا قالوا علشان نروح نتغدى خربت كمل كمل نتغدى اللي قالوا ما قالوا ورجال بفعاله وفعالته من وين جبتوه انت؟ فضل الشبشر انا من ورا هذا قلتش لا نشحن ولا شيء مستحيل نقول كيف يا خوي كيف طلعك في بوكس انت الحظ الاسطوري مو حظ قلتش وش القلتش طيب والله ما تعرف القلتش لا اعرف عادي تسوي لي لا 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 ما بعدين هو قال لي ما انشره ولا انت تنشره كيف علمني اياه لا يا خوي بلع علق لي اياه واعطيك بداله 20 لو علقت لي اياه ناني لا تروح تنشره ويتقفر شو استفدنا من 20 كل اصحابه صاروا يعرفوا ما حنشره الا تنشر تجيب مشاهدات على اليوتيوب نبي الصاد يزيد ما عندي قناه اصلا والله ما عندي قناه قول والله انت مشهور والله اني ماني مشهور انا بيضة سحلفك بالله يزيد لا تتهبل تنشره والله بنفضح ما انشره يا ولد مو عن نشر لانه اذا انتشر يتقفل ونخسر احنا نرجع نشحن في بوكس بس انا لحالي والله اني ما انشره انا عارف ان الجلتش اصلا واقول لك دايما اسويه ما شفناه وما انتشر اصلا ولا مكان ها شفت يزيد شو قلت لك وشو لا عيد عيد واسمعني انت تبي تشوفه نفس الجلتش تبع الاجنبي ولا لا الله ضابط خلاص اعطاني بيها بس هلا عاد ايش تبي الجلتش تسوي مننا بشوفكم تعرفونه ولا لا الاجنبي عرفنا وعلمنا اياه هيك طيب 10 مليون ما تكفيك شنو 10؟ 10 مليون في بوكس 10 مليون في بوكس؟ يب تكفيك ما راح نحكي لبين ما يتقفل لحاله طيب سوي لي بدون ما تعلمني كيف اسوي لك اياه؟ اصلا منتشر هو هذا صاحبي ليش ما زبط معك؟ ما صحت شايف الجلتش؟ انا شايفه صح ليش ما سويته انت تسويه اذا ما تدري ما اقدر لازم سكوت هو ولا لحالي لا يزبط بس انت ما تعرف شايف تسحبني مشان اسوي له اياه ضبط يا ضي ضبط معايا بس مره واحده هالمره ثانيه لا طب شو الطريقه شو بدك تعرف انت قول شو الطريقه هسه بعلمك شلون الطريقه الجديده يا والله ما سوق علينا قاعد ولك انت بتقول عندك وبتعرفه ناشره ليش عندك يا من عندنا صحيح وينه انا عرفت بعام 2020 بس اخرس ابو زين كنت بنتشك هذا اللي كان بقالي 100 في بوكس وش اسوي لازم 100 في بوكس جبت فيها 22000 اشتريت فيها تقريبا 4 ايتم شبات كامله يا بط طب تدري انا عندي لك جلتش يعطيك 10000 في بوكس بس هو صعب صعب جدا عشان صعب ما نتعلم انا وصالح نحب السهل يبي لك حساب جديد فيه ركشه الفلوس تحديدا وفيه منافسه يا سلام وتروح نفس المكان اللي لقيت فيه بوكس بس تحت بعد البحر تلقى صندوق يعطيك اربعه في بوكسات كل بوت جمع ببعض 40 في 40000 اي ما شاء الله ايوه شباب خذوني معاكم انت طيحتني بلغ عنه يزيد يزيد دقيقة الزون هسه اكلت وتاخذ صالح It's only game why you have to be mad طلعني يا شباب السيفر طلعك ها قصدك بنتك مو طلعك انا طلعتك ليش تتمسخر بكذا تطيحه يا عيال لا اعطيك بلغت عنك ادق عندي 1000 بنت هذا بلغت عنه ما طيحك يا هبل طب كيف بندوها بسرعة يعني؟ طيب ماشي خلي خويني اوقعك وخليني اعطيك بلاغ لا يا بلاغ بند حسابات الناس انت هاي انت بديش عارف بالتغرة اللي طالعة الجديدة والله انك معرق معك بي سي اللي هو بس مفوزنا انا بدي افوزك؟ اخر مرة فزت قبل سنتين يزيد
هلا. نزلت مقطع عن سكن سري. لا مو انا. الا والله انك يزيد. يلا يلا يزيد. صالح هذا قول يزيد. مين يزيد؟ فكرني يزيد يوتيوب ما ادري مين. والله انا كنت اقسم بالله اسمك كنت اسوي على يوم سيزون وور في تسوي تحديات. تعرف شو بدي اسوي فيك؟ لا سباس جود يا ولد من الغراب. انت بشوفه بشوفه بس انا اشوف بس مقيم. قيم شو؟ والله نزل بس تقييم شكل السباس. تقييم بس اعطيه لك شكل سباس. يلا لا ها 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 صدق والله كنت ادري والله اني ادري من اول والله كنت ابيها. شكرا ترى انا بزعجكم اذا بخرب الطاقة. نسيت لازم اذبحه هذا اللي برمي علي نار من الذين امنوا. بموت انا. في واحد قاعد يشوف الناس تلعب معرقه سبحان الله. سنتين ما شفنا ما فزت. اه عمي ما في هذا اللي يزيد راح يزيد. كفو دم على الحياة. صالح صالح طول رحت الزون انا دمي يشيله. سحبت علي ورحت لو حملتني على قلية. يا رب يا رب يا رب يا رب. لانش لانش لا اللي موت تدري اللي موت شايف والله انا نفزع لك انا نفزع لك صالح. شد مزد انا والله شد مزد حشرني يا صالح. طاح كانه مات نوك. هذا حمير. انا نفزعت لك يا ورع شفت سحبت علي يا صالح. انا سحبت عليك لما 16 راح ساعه فكزون 14 ثاني بتمشي بشي. يا حبيبي عنده ناس يعني خلاص في سيارة حبيبي عنده واحد عندي ثلاثة هون نحشي ثلاثة ران ايناتي خلص ثلاثة في فتشوني كانهم عمري ساعد ساعد عشان ما يصير عندهم سبب يجوا كلهم خلص جاهز. آه شيت here we go again. انا حمير شي ساعد بسرعه قطفوني يا خلص زقت هدات. مو في شي مو صي عفوا مو نبيلك يا ابوي جدان جدان موارد جدان في شي لا احس كل شي ما خلى لك والله نسيت متعود هسه اعطيك هسه اعطيك ابشر ابشر. We'll be right back.